واحد يقول انا خادم لم اتجاوز 30 من عمري وافكر في الارتباط بخادمة كانت في محيط خدمتي حينما كانت صغيرة، فهل يجوز لي الارتباط بها؟ يعني هو كان مدرسة وهي صغيرة ودلوقتي كبرت. لا، ما قانونيا ما فيش ما يمنع يعني، لكن كون انك انت تاخد تلمستك وانت معتبر اب الروح ليها شوية كده، يعني قانونا ليست ممنوعة ولكن اجتماعيا غير مستحبة، لكن هي غير ممنوعة.